ازيك شباب، معكم حليم ياسينجا. النهاردة هنلعب لعبة فورتنايت، وهندخل دلوقتي الجيم. هنلعب النهاردة جيمين، هنلعب النهاردة جيمين. وبعدين نشوف المراكز اللي هنصلحها في الجيمين. داخلين دلوقتي الجيم الاول، وهنشوف دلوقتي هنطلع اي مركز. نخلص الجيم ونشوف هنطلع اي مركز. تمام، دلوقتي احنا داخلين. خليني يلا اشرب القهوة بتاعتي. والدنيا عمالة تولع حواليا ولا انا في بالي. خلينا ننزل هنا وان شاء الله نطلع المركز الاول. تمام، خلينا ننزل اهو. يلا هنزلنا دلوقتي على المكان اللي احنا هننزل فيه. تمام، هنزل بقى واخد الشوغن. بس انا هو في طلق هنا، نسيت في حد معايا. والله العظيم اتخضيت. تمام، اشرب دلوقتي شيل. طب نرمي ده ده هنا، نجيب ده هنا في الاخر. هو لقينا رشاش، خلينا ناخده. هنا برضو شيلت، خلينا ناخده. فيل لا طور الرشاش، عشان هو مش ايه ده، الرصاص بتاعه خلص. ولا حيخلص. ثانية، دول اللي فيه 45 طلقة. طلقة ثانية، ايه ده، انا وهو مت نزل. يعني انا قتلته وهو لقيها قتلني. طبعا الجيم ده المركز 84. يا رب الجيم الجاي نطلع مركز حلو وما نموتش بدري، يا اما نلعب جيم تالت.
داخلين دلوقتي الجيم التاني. ننزل الجيم دلوقتي. بيكون في السيف. يكون في ناس نزلوا معانا. شكرا لا باقي متالي. ربنا يطلع المرة دي مركز حلو ونختم بقى الفيديو. شو عندي في مكان اللي هو الناس ما بينزلهوش كتير، يا اما ناس قليلين بس اللي بينزلوا له. لينا الله بينا. طيب ايه انت قاعد عامل نفسك انك هموت؟ طب هو انا قاعد وبشرب شاي، هتعمل لي ليه؟ يلا يلا دحين جيم بقى. يلا وننزل هننزل هنا ونس هنا في كمية ناس. ربنا يستر ما ينزلوش معايا عشان ينزل ينزل اللي هو جنبي هنا على القلعة. اسمه ايه؟ معقل نزلنا حلو. ناخد ده بس تمام. خلص بقى الشيء كل البتاع اللي معانا من ده. نختارنا واحدة عشان التانية متحتاجهاش، وخلينا نختار عشان محدش تاني يجي ياخدها. تمام انا دلوقتي نمشي. نستطيع ان ننزل كده. طارت عادي، في واحدة ثانية.
الله اي خلاص عادي الدنيا هنا حلو. خلينا ندور على اي حد نقتله. ناخد ده عشان هيفيدنا. حلو في ديناصور ناخده. والله ما عرف نقتل. ده بس خبط اللي انا عاوزه. تمام بس كده. لا تاسم زين. حلو انا صدى ذكي اسطوري يا جماعه. انا معايا واحد ليجندري وجاي واحد يبك. كنت اعرفه بس من ذاك وده حسيته سمك. انا اسف جدا. شوف بس انا عايز انزل تاني. انا وانا اضرب اضرب لا يا روح.
لا رحنا هنا، خلينا ندور على نروح هنا كده، خلينا نشوف العلامة دي. خلينا نشوف. ريت لو كان معايا مفتيح نغير كده، انا مش عارف بتاع المفتاحين. كان كتير بالظل. دبلي بيزداد بسرعة. ايه ده؟ حطيت هنا بس حلو مع تأهيل. في هناك وايد، خلينا نحاول نروح من غير ما نموت. لا ينفعش استخبى عشان الطين. تمام ماتوا. تمام كان لقيت الخمسة. تمام خليني أكمل. خليني أكمل. نكمل. هنا في حد رقم، نروح نشوفه فين. في حد هناك. دلوقتي استنى لحد ما البتاع ده يفتح. في حاجة أنا عاوز أعملها. أرجع ورا لأطفى. استنى، حاجة أنا كنت بعملها بخلي يحصل حاجة كده. لا مش عارفة أظبطها. كان بيبقى بقدر أشوف الناس المخفيين. أنا مش هحتاج حاجة غير الشوتجن وشيلد اللي أنا لسه واخده. بس كده خلاص. يا بس النوم. انا راح دلوقتي ادور. لبنا نص 964 اكس بي بس. نروح بعد السبزون، نروح للجزيرة اللي هناك. بس المشكلة اني معيش مفتاح عشان افتح الخزنة. ممكن بس اخذ العالم. تمام لبست خلاص. خليني اروح دلوقتي.
تمام. هي بتاع ظهر. الله تمام. نطلع دلوقتي الجزيرة، رب نلاقي حد معاه مفتاح على واحد على الأقل، ولا أي واحد تاني برضو معاه مفتاح، وأقوم أقتلهم زي ما كنت. المهم خلينا نشوف بس لو في حد، بس أبقى مطمن وأنا بلو. هنا جنب بيت عشان برضو بالزوم كات نعرف نهرب. عم بيجري. استنى بقى نساعد عشان لو اي حد ظهر لنا. ثانية اختفي احسن. عشان برضو حتى لو حد لقاني بعمل العلم بل هو مش باين. خلاص شوية وهبان اصلا عادي. دلوقتي عادي هبان بقى، مفيش حاجة هنا محتاج غير ده بس كده بقى، مش محتاجه. خلاص مش محتاجين حاجة، محدش هنا. انا بقى ننط ونروح ورا بقى. الحمد لله عرفت اقتله. انا استفدت ليه كده في الاخر؟ برضو رجعت للجزيرة. خليني اطير في دي، في حلو دي كده. خلاص طاب ده، الناس يخلصوا على بعض. اذا انا قتل سبعة واللي مش باقي سبعة سبعة. انا بقى اقعد كده استنى بقى لحد ما الناس على الاقل واحد يموت التاني، وبعدين بقى انزل. شوف لو في حد قتله. مفيش. شكل الجيم ده هيطول شوية. ايه ده، هو انا عملت دي؟ صح افتكرت. مرات الاتنين فين؟ موت. فين التاني؟ فين التاني؟ التاني كان هنا. مين كان بيضرب عليا ليه؟ بس مش مهم. ايه ده، في بتاعت لاحظ انك تبقى اسمه الكينج. ايه هو ده اللي كان بيضرب عليا ليزر، عشان شايفين السلاح ده بيضرب ليزر، لكن لا يعني هو سلاح مش قوي قوي يعني، اللي هو يعني احسن من الاسلحة اللي هي ايبك، بس انا اسلحتي كلها ليجندر فهي احسن. اي 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 اي
تاني واحنا طلعنا المركز الخامس. عادي حلو. فطبعا يا شباب انا تنسوا لايك وتشوفوا القناة، ومع السلامة.